السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تعمل سوفت وير لأي جهاز تليفون دون ما تكلف نفسك مصاريف على سوفت وعلى روت وعلى روم. هم بيعملوا حاجات بتوع الصيانة دول بيدفعوك مبالغ باهظة، بس الموضوع بسيط جدا 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 انك تعمله لوحدك وما تكلفش نفسك انك تعمل سوفت او روم للجهاز بتاعك. تابع مع الشرح، هنتعلم مع بعض ازاي تعمل سوفت او روم للجهاز بتاعك. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناة عشان تدعمني وانزل فيديوهات برضو وتتابعني وتفعل زر الجرس. طيب تعالوا بينا نبدأ. في ثلاث حاجات مهمين انت بتنزلهم على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك، تابع معايا كده كده واحدة واحدة. اول حاجة بتسطب برنامج اسمه سامسونج يو اس بي درايف. البرنامج ده هتلاقيه موجود في الديسكريبشن، كل حاجة موجودة في الديسكريبشن اسفل الفيديو، تدخل على اللينك هتلاقي كل حاجة موجودة عندك من اول برنامج لحد الروم. اول حاجة هسطب البرنامج زي ما انت شايف بالشكل ده كده، هتنتظر لحد ما يفتح، اضغط التالي التالي نكست نكست نكست، وبعدين اعمل تثبيت وانتظر لحد ما يخلص التثبيت، بعد كده اضغط على انهاء زي ما انت شايف كده خلاص. بعد كده هروح على الموقع اللي هنزل منه الروم بتاعي. افضل مواقع لتحميل الروم هو الموقع ده ابديته، الموقع ده هتلاقيه موجود في الديسكريبشن. بضغط على هنا على انتر ديفايس اور موديل نمبر، بضغط هنا وبكتب الموديل بتاعي مثلا S7 مثلا، بختار الموديل بتاعي على حسب ما هو مكتوب في ظهر الجهاز من ورا. انت بتفك ظهر الجهاز من البطارية هتلاقي موجود في الرقم بتاعك، يعني مثلا سامسونج S7 مثلا الرقم ده، مثلا انا هحمل الرقم ده. بنزل تحت بختار اللغة، اللغة بتاعتي بختارها، طبعا انت اللغة العربية هتختار اللغة العربية، هنا هتدور على عربك. تطلع فوق خالص نشوف مثلا هنا بختار اللغة، بخليها سعودي اريبيا ماشي، المملكة العربية السعودية تمام. بختار هنا الاصدار، طبعا بيكون احدث اصدار ليه، مثلا الاصدار ده بيكون احدث الاصدار. بعد كده بضغط انتر او بضغط على سيرش، زي ما انت شايف هنا ظهر لي السوفت او الروم بتاعي، بضغط عليه وبعمل له داونلود. بنزل تحت خالص وادور على لينك التحميل، هو هنا لا مش موجود، لا بطلع فوق اهو لينك التحميل اهو، بضغط على هنا وبضغط على داونلود، بنتظر شوية لحد ما اعمل داونلود للروم بتاعي. كده بيعمل داونلود. حجم الروم 689 ميجا، طبعا على حسب حجم الروم بتاعك بتاع الجهاز انت بتنزله واحدة واحدة كده، طبعا ممكن يوصل ب 2 جيجا 3 جيجا اقصى حاجة للروم بتاعك، طبعا بتنزله باحدث اصدار له. طيب تعالوا بقى نخرج خالص بعد ما نزلنا الروم ده، الروم اهو انت نزلته، نزله وكمل شرح الفيديو بتاعي. بعد كده بنزل برنامج اسمه ODIN أودين تمام، بضغط عليه وافتح البرنامج ده. طيب بعد كده المفروض عليا ان انا اعمل ايه؟ هو البرنامج حالا مش شغال، بضغط على الجهاز الفون بتاعي سهم لتحت واضغط على زر الباور واضغط على الهوم مع بعض كده زي ما هو موجود عندك في الشاشه، هيظهر لي الشكل ده كده زي اللي ظهر عندك في الشاشه. ببدا اركب الكابل واضغط فوليوم اب تو كونتينيو، يعني سهم فوق عشان اعمل كونتينيو. بعد كده هيبدا يتعرف معايا الجهاز وهيوصل لي العلامه الزرقاء اللي انت شايفها دي، هيظهر لي العلامه الزرقاء، اهم حاجه العلامه الزرقاء دي. كده معنى كده ان الجهاز شغال ومتعرف على الجهاز الكمبيوتر تمام. انا كده نزلت الروم والبرنامج كده لحد حالا، يعني خلصنا بنسبه 90%. بعد كده هبدا ارفع الروم بتاعي، بوصل عند حاجة اسمها AB اللي انت شايفها دي، بضغط عليها واروح اشوف مكان الروم اللي انا رفعته فين اهو، واضغط على رفع الروم وانتظر، يعني مش هياخد معاك 10 دقايق او 5 دقايق لحد ما الروم ده يترفع، هو بيقعد 5 دقايق فعلا او 10 دقايق وممكن يطول، اصبر شوية. انا هقفل الفيديو حالا لحد ما الروم يترفع. كده الروم اترفع، قعد معايا 10 دقايق بالظبط. بعد ما ترفع هتضغط على ستارت،
اول ما تضغط على ستارت هيظهر هنا عندك التحميل، وبالتالي الفوم بتاعك لو جيت تبص عليه هتلاقيه بيحمل، وبكده انت هتنزل الروم وسيبه خالص لحد ما يقول لك هنا بيس، هيظهر لك علامه الخضراء واللي هتكون بالشكل ده كده. طبعا هو بيطول معاك الروم شويه، هيقعد معاك فتره كبيره يعني، ما تقلقش من اي حاجه خالص. وبكده انت عملت سوفت للجهاز، وما تخليش اي حد يضحك عليك ان هو يعمل لك فورمات للجهاز، يعني يضغط لك على الزر اللي فوق ويقول لك انا عملت لك فورمات وعمله وهو واقف. طبعا هو الكلام ده بياخد وقت طويل، يعني ما تصدقش اي حد يضحك عليك او ياخد حاجه من الجهاز بتاعك. ممكن تعمل الروم بايديك انت. وبكده انا خلصت شرحي، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك عشان اكمل في تقديم فيديوهات جديده. لو احتجت اي حاجه كلمني في كومنت، وما تنساش تبص على بقيه الفيديوهات اللي فاتت. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.